في فضيلة السخاء والكرم، ذكرت قبل قليل أن المال إذا كان مفقود فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الطمع وقلة الحرص، أما إذا كان المال موجودا وفيرا فينبغي أن يكون حاله الإيثار والسخاء والكرم واصطناع المعروف والبعد عن الشح والبخل، لأن السخاء والكرم من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أصل من أصول الدين. يقول أنس رضي الله عنه عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: وأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء، يعني غنم كثير بين جبلين من شاء الصدقة، فرجع قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة. فقال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل باب من أبواب الخير تقدمه للناس هو صدقة. وسأل معاوية رضي الله عنه الحسن بن علي رضي الله عنهما عن المروءة والنجدة والكرم، فقال: أما المروءة فحفظ الرجل دينه وحذره نفسه وحسن قيامه بضيفه وحسن المنازعة والإقدام في الكراهية، وأما النجدة فالذب عن الجار والصبر في المواطن، وأما الكرم فالتبرع بالمعروف قبل السؤال والإطعام في المحل والرأفة بالسائل مع بذل النائل. هذه قواعد للكرم. وبعث معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها بمال قرابة 80 و100 ألف درهم، 180 ألف درهم، فدعت بطبق فجعلت تقسمه بين الناس، فلما أمست قالت: يا جارية هلم فطوري، كانت صايمة، جيبي لي أكل. فأخطر أحضرت خبز زيت، فقالت لها: ما استطعت فيما قسمت؟ قالت لها الخادمة: طيب لماذا ما اشتريت قطعة لحمة تفطري عليها؟ قالت: لو ذكرتيني لفعلت. فجاء 180 ألف درهم قسمتهم في وجه الله، ونسيت أن تدخر لها ما تشتري به قطعة لحم لتفطر عليها. وهذا من كرمها وسخائها رضي الله عنها. هناك قصة طريفة تروى عن الحسن والحسين بن علي رضي الله عنهما وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، خرجوا حجاجا وفي منتصف الطريق انقطعوا من الطعام والشراب، فمروا بعجوز في خباء في خيمة فقالوا لها: هل من شراب؟ فقالت: نعم. فأناخوا إليها وليس عندها إلا شويهة، يعني عنزة صغيرة في كسر الخيمة في طرف الخيمة، فقالت: احلبوها وامتذقوا لبنها. ففعلوا ذلك، حلبوها بس ما كفتهم. فقالوا: هل لك من طعام؟ عندك أكل؟ قالت: لا، إلا هذه الشاة، فليذبحها أحدكم حتى أهيئ لكم ما تأكلوا. فقام إليها أحدهم وذبحها وكشطها، ثم هيأت لهم طعاما فأكلوا وأقاموا حتى أبردوا، حتى راحت الشمس وبردت الدنيا. فلما ارتحلوا قالوا لها: نحن نفر من قريش. شوف قديش كريمة، ما عندها غير عنزة، أعطتهم إياها وبقيت بلا أكل ولا شرب. قالوا: نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه، هذه الجهة، فإذا رجعنا سالمين، رجعنا لك سالمين، فألمي بنا، تعالي لعنا، فإنا صانعون بك خيرا، نعطيك جزائك. ثم ارتحلوا، فأقبل زوجها فأخبرته بخبر القوم والشاة، فغضب الرجل وقال: ويلك، تذبحين شاتي لقوم لا تعرفينهم ثم تقولين نفر من قريش ما عندنا أكل غيرها. قال: ثم بعد مدة ألجأتهما، يعني الرجال وحرمته، ألجأتهما الحاجة إلى دخول المدينة، فدخلاها وجعلا ينقلا البعر إليها ويبيعانه ويتعيشان بثمنه. فمرت العجوز ببعض سكك المدينة، فإذا الحسن بن علي رضي الله عنه جالس على باب داره، فعرف العجوز وهي له منكرة، ما عرفته عرفها، فبعث غلامه فدعا بالعجوز وقال لها: يا أمة الله، أتعرفيني؟ قالت: لا. قال: أنا ضيفك يوم كذا ويوم كذا.
فقالت العجوز: بأبي أنت وأمي، أنت هو؟ قال: نعم. ثم أمر الحسن فاشتروا لها من شياه الصدقة 1000 شاة، 1000 شاة، وأمر لها معها ب1000 دينار، وبعث بها مع غلامه إلى الحسين. فقال لها الحسين: بكم وصلك يا أخي؟ كم أعطاك يا أخي؟ قالت: ب1000 شاة و1000 دينار. فأمر لها الحسين أيضا بمثل ذلك، 1000 شاة و1000 دينار. ثم بعث غلامه معها إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان من أكرم أبناء الصحابة. فقال لها: بكم وصلك الحسن والحسين؟ فقالت: ب2000 شاة و2000 دينار. فأمر لها عبد الله ب2000 شاة و2000 دينار. فقال لها: لو بدأت بي لأتعبتهما. فرجعت العجوز إلى زوجها ب4000 شاة و4000 دينار. فهذا كان حال السلف الصالح في الكرم والسخاء. وقيل بعث هارون الرشيد إلى مالك ابن أنس رحمه الله ب500 دينار، فبلغ ذلك الإمام الليث ابن سعد. الإمام الليث ابن سعد من الأئمة العظام، لا يقل عن الأئمة الأربعة المتبوعين. يقول عنه الإمام الشافعي: كان الليث بن سعد أفقه من مالك، ولكن تلاميذه ضيعوه، تلاميذته ما دونوا العلم ماله، لذلك ما لم يكن هناك مذهب اسمه مذهب الليثي، وإلا لو دون علمه لكان عندنا مذهب يسمى المذهب الليثي مثل المالكي والشافعي والحنبلي. قال ليث كان علامة مصر، وكان ملياردير، وهو من أزهد الناس سبحان الله. قال لما أمير المؤمنين بعث لمالك بن أنس 500 دينار، أرسل الليث بن سعد 1000 دينار إلى مالك. فغضب هارون: كيف تتحدى أمير المؤمنين تدفع أكثر مني؟ فقال: أعطيته 500 وتعطيه 1000 وأنت من رعيتي؟ فقال له الليث: يا أمير المؤمنين، إن لي من غلتي كل يوم 1000 دينار، أنا أرباحي كل يوم بربح 1000 دينار، فاستحييت أن أعطي مثل أقل من دخل يوم. ورغم هالأموال الهائلة عند الليث بن سعد رضي الله عنه، قال حكي أنه لم تجب عليه الزكاة، مع أن أرباحه اليومية 1000 دينار، 1000 دينار ذهب. وكان الليث بن سعد رضي الله عنه لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على 360 مسكين. ما يبدأ درس العلم قبل ما يؤدي حق الله، يتصدق على 360 مسكين، بعدين يبدأ بعد ذلك يبدأ في درس العلم. هؤلاء السلف رضوان الله عليهم. كما ذكرنا فضيلة الكرم، عكس الكرم البخل. يقول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح والبخل. وقال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. وقال صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالك وجبن خالع. وقال جبير بن مطعم: بين نحن نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من خيبر، يعني رجوعه من خيبر، إذ علقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه، حتى اضطروه إلى سمرة، إلى شجرة السمر، فخطفت رداءه، فوقف صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي فوالذي نفسي بيده، لو كان لي عدد هذه العضات، هذه الأشجار، نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. وقال عبد الله بن عمرو: الشح أشد من البخل، لأن الشحيح هو الذي يشح على ما في يده، عفوا، هو الذي يشح على ما في يد غيره حتى يأخذه، ويشح بما في يده فيحبسه، أما البخيل فهو الذي يبخل بما في يديه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أرى أن
أعدل بخيلا، لا أرى أن أعدل بخيلا، يعني البخيل ليس عدل مقبول الشهادة عند أبي حنيفة. قال: لأن البخل يحمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغبن، فمن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة ولا مأمون الشهادة، إن لا يقبل شهادة البخيل. فقال علي رضي الله عنه: والله ما استقصى كريم قط حقه. يعني الكريم دائما ما بيأخذ حقه بالكامل، لأنه يعني دائما عنده مسامحة للآخرين.